راه كتخسر واحد الميزانيه كبيره على هذا الشهر، لان مخرى واحد الميزانيه كبيره، لان اي شخص مثلا تعض راه كيتبقى مع الجماعه تقريبا بواحد 3000 درهم. ولكن من بعد ملي كندخل هذا الكلاب فين مشى المصير ديالهم؟ اين فين كيمشيو؟ قمنا حصينا هذا الكلاب الضاله وعطاو واحد الرقم اللي هو 3000. انا ما عرفتش انا كيفاش الارقام كيفاش علاش بناو، راه مشكل عويص. واش تم التعقيم ديالهم؟ واش تم الاقصاء ديالهم؟ واش خضعوا لبزاف تاع الامور؟ شنو خصو يدار؟ امور اخرى باش يكون العمل عشوائي، داكشي ماشي هو العمل اللي كتقوم به دابا الجماعه هو مخالف لمقتضيات القانون ومخالف للمذكره البيزاريه. يعني راه كاين هذا، كاين شروط، كاين برنامج، واحد الطريق مسطره كيخصو الانسان يتبعها، ما يخرجش عليها هكا ولا هكا. لا سير اذا السلام عليكم لكل متابعي قناه اخبار الفجر المغربيه. اليوم في الحلقه ديالنا غنصادفوا مع السيد قاسم طويل كمسؤول سابق لمحاربه الكلاب الضاله. اذا السيد قاسم، بصفتك كنتي مسؤول سابق على الكلاب الضاله، بغينا نعرفوا شنو هما الاخطار اللي كتشكل ظاهره الكلاب الضاله بالمغرب ككل. بالنسبه للكلاب الضاله فانها كتشكل مجموعه من الاخطار على صحه المواطن. كاين الصحة كما اللي كنتكلم عليها، كلمة الصحة، فإنها تنقل العديد من الأمراض للمواطنين. من جملة هذه الأمراض كاين عندنا داء الصعر. داء الصعر اللي هو داء لا علاج له، وكيتصاب به الإنسان. وكاين عندنا المشكل الثاني، هو المشكل تاع السلامة الصحية، تاع السلامة تاع المواطن. وكاين السكينة، وهذه كلها ملي تنتكلموا على كلمات الصحه والسلامه والسكينه فهي اختصاصات الجيش الجمالي اللي كيتحمل المسؤوليه ديالها هو رئيس مجلس البلد. وملي تنقولوا على الجانب الصحي فهناك مجموعه من الامراض كنذكروا على راسها، مثلا هو داء الصعر، كاين الاكياس المائيه، كاين ليشمانيوز، وكاين كذلك داء الجرب اللي هو الجربه. وهذه كلها امراض كتؤدي بصحه المواطن. فيما يخص السلامة فإن الكلاب كتعرض للمواطن بهجومات اللي يمكن توصل به واحد المجموعة تاع العيوب، التشوهات في الجسم تاع الإنسان. والساكنة لأنها كتخلق الراحة تاع السكان، لأن الإنسان كيقيل النهار كامل هو خدام في العمل ديالو كيبغي يرتاح، داك النباح تاع الكلاب أنه ما كتخليش الناس. سيد قاسم، حنا بغينا نتكلموا على ظاهرة الكلاب الضالة اللي كتواجد بمدينة القنيطرة بالضبط. كنشوفوا مثلا مدينة القنيطرة فإنها حصل لها واحد التمدد عمراني، لأن ضمت لها واحد مجموعة تاع الأحياء اللي هي كانت تابعة للجامعة القروية. وهذيك الجامعة القروية كانت كتعتمد على تربية المواشي، وبالتالي فإنها كتعتمد على الكلاب باش تحرس ديك الكلاب، ديك المواشي اللي كتجول داخل المدن. راه شتي تحت ديك المواشي راه كتشكل حتى واحد المجموعه تاع الاضرار بالنسبه للمدينه، مثلا بحال دوك المساحات الخضراء كلهم كتجول لهم الابقار، ولا لاحظتي كل قطع تاع الابقار كتلقى بصحهم واحد المجموعه تاع الكلاب الضاله. اذا هذا مصدر واحد، لان كاين واحد القرار اللي هو منظم تحت المشكل، لان كاين قرار جماعي اللي كيمنع تربيه المواشي داخل مدار الحرس. المصدر الثاني لان كاين بعض الحراس الليليين حتى هما كذلك كيقوموا باتيان بعض الكلاب اللي كتساعدهم في الحراسه. وكاين الناس اللي كذلك كاين بعض الكلاب اللي هي كتكون عند شي مربي او لا شي واحد هكا، وتبقى كامل اللي كتولد ليه الكلمه ديالو كيلاح دوك الجريان ديالها، كيلاح دوك الزنقه، ومن بعد كتكثر العمليه. سي خاصة بغينا نعرفوا شنو هي الوضعيه القانونيه اللي كتنظم الكلاب الضاله. القانون تم تسميه 56/12 اللي هو صدر مؤخرا في 2019، واللي هو واحد المهام تاع كل وزاره من الوزارات، لان هذا القانون كيحمل مسؤوليه للوزاره الداخليه في شخص مديريه الجامعه المحليه اللي هي الجامعه المحليه، وكيحمل مسؤوليه كذلك لونسا اللي هو المكتب الوطني للصحه والسلامه الغذائيه، وكذلك وزارة الصحة، ووزع المهام ديالهم، كل واحد المهمة ديالو شنو غيديرها. وكي داخل هذا القانون هناك واحد المجموعة تاع المقتضيات اللي كتتكلم بالخصوص
على يعني خص الجامعه باش تقوم باحصاء هاد الكلاب داخل المدينه، وخص تمنع تربيه الكلاب الخطيره المستورده، وكذلك تنظم هذا القطاع على اساس كل واحد باغي يربي الكلب ديالو خصو يكون عنده ترخيص، لان اللي كنشوفوا مثلا هاد الكلاب هنا كتلقى الكلاب اللي هي مملوكه من طرف شخص واحد، اولا الناس اللي كيتاجروا بالكلاب، لان كاين بعض المرات كتلقى واحد عنده قطار هكا مربي واحد مجموعه تاع الكلاب، ومن الاسبوع كيتاجر بهم البيع والشراء هكا، ولكن كيشكل واحد الخطر على السكان الجوار. صدرت واحد المذكره اللي هي ما بين الوزارات لان كتحمل الجماعه المحليه باش تقوم بدور جمع الكلاب، وبناء محجر خاص للكلاب بمواصفات مضبوطه، لان خاصها تكون فيها اداره، خاصها تكون فيها محل خاص للعمليات الجراحيه لاخصاء الكلاب الذكور وتعقيم الاناث، ويكون مكان خاص عاوتاني كذلك للكلاب الموضوعه تحت الرقابه الصحيه، لان كاين بعض المرات الانسان اللي كتعرف مشي كلب او شي حاجه، فانه ملزم على ذاك الملكل باش يديه للمحجز يبقى تحت الحراسه النظريه لمده 15 يوم، لان اللي كيهمنا في هذا الشيء كامل هو ضعف السعر، لان ضعف السعر ما عندوش العلاج ديالو، وحتى الجماعه يعني راه كتخسر واحد الميزانيه كبيره على ضعف السعر، لان مخرى واحد الميزانيه كبيره، لان اي شخص مثلا تعض راه كيتبقى مع الجماعه تقريبا بواحد 3000 درهم، لان خصو واحد 3 تلقيحات وكل شوكه تقريبا كتكون للمواطن، احنا ما كنهضروش دابا، احنا كنهضرو على الجانب الصحي تاع المواطن فهمتي. اما سميتو هاد الكلاب كما قلنا هاد القانون فهو اوصى الجماعه باش تقوم بجمع اولا بناء محجز هو الاول، من بعد تقوم بناء محجز عنده واحد المواصفات خاصة خاصها تكون فيها إدارة، لأن اللي غيكون اللي غيحرس دوك الكلاب وخاصها شي واحد اللي هو مختص باش يدير حتى المعاينة تاع الكلاب ويشوف واش هي مريضة ولا شي حويجة، كيخص مثلا هيئة الأطباء اللي غتا تكون عندها محل ديالها خاص، لأن باش تقوم ديك العملية تاع الإخصاء تاع التعقيم وهكا، ومن بعد هاد الشيء كيدا دوك الترقيم تاع دوك الكلاب وكيحاولوا يرجعوهم للمكان اللي جابوهم، يعني فين تم القبض على الكلاب خصهم اللي غدير هذه العمليه تاع التعقيم وتاع الاقصاء وداك الشيء، ويتم الوضع عليهم واحد الترقيم ديالهم كيرجعهم للاماكن اللي تهزوا، يعني من الشوارع يعني من الشوارع من البلاصه خصهم يرجعوا لديك البلاصه، وهذا هو رغم انهم كيشكلوا خطر على المراكش. ولا لاحظتي مثلا درنا هذا التعقيم وهذا الشيء كي غنديروا لهذا الكلب باش نحدوا من الخطر ديالو مثلا من السلامه تاع المواطن، واش كاين شي حاجه اللي غتمنع الكلب باش ما يعيطش المواطن؟ فهمتي؟ هذا هو الاشكال، لان المشكل كاين في السلامه ومازال حتى في السكينه، انا غنعقم هذا الكلب وانا غنخصيه، ولكن شكون اللي غيضمن ليا ان هذاك الكلب ما غيعطش ليا شي واحد اخر؟ فهمتي؟ حنا نساو هاد الامراض ونساو هاد الشيء، ولكن عام اللي غيعض الانسان وغيشوهو في الجسم ديالو داك الشيء راه مشكل. خصوصا حنا شفنا حالات كثيره. واه وكاين مثلا بحال دابا السكينه، انا بيت النهار كامل وانا خدام وبغيت نجي نرتاح، كي غندير الكلاب حدايا تيتنابحوا؟ راه مشكل عويص. سي قاسم، حنا كنا شفنا واحد الظاهره ديال واحد لي فيديو اللي كانت تنشط على مواقع التواصل والجرائد الالكترونيه ديال محجز الكلاب. شفنا ديك الحاله يورتا لها، شنو تقدر تقولنا على ديك الحقيقه؟ انا تفاجئت بداك، لان بعد تبعت هاد الفيديوهات تفاجئت ان تعطات بعض الارقام اللي كيقول لك حنا مثلا قمنا حصينا هاد الكلاب الضاله وعطاو واحد الرقم اللي هو 3000، انا ما عرفتش انا كيفاش الارقام كيفاش علاش بناو. ثانيا سمعت على اساس انهم كيقولوا بلا كيشدوا 70 كلب في النهار، وهاد الجمعيات اللي هما كانوا خدامين واحد المده طويله تاع المده تاع 6 شهور، اذا لا ضربنا واحد العمليه حسابيه باش هو ديك 70 ما ضربتيها مثلا في هاد الايام، يعني راه حنا وصلنا لواحد العدد اللي هو كبير تاع هاد الكلاب هذا. ولكن من بعد ملي كان دخل هاد الكلاب فين مشى المصير ديالهم؟ اين فين كيمشيو؟ هما كيمشيو للمحجز، فهمتي؟ هما مشاو للمحجز، شنو من وراء هذاك الشيء؟ واش تم التعقيم ديالهم؟ واش تم الاقصاء ديالهم؟ واش خضعوا لبزاف تاع الامور؟ هذا الشيء ماشي مهم. الفيديو اللي شفنا ديال ديك الكلاب يعني حتى هما ما موفرينش لهم السلامه ديالهم، يعني لا ماكله لا شراب حتى المكان اللي كانوا فيه. حتى العمل كيفاش كتم اللي كان تم التجميع تاع هاد الكلاب، راني كنساهم اولا في انتشار الامراض،
لان غيجي كل واحد يهز واحد المرض من هنا والاخر كيف جايب مرض من هنا وكنلاقيهم مجموعين انا مرض راه غتولي امور اخرى فهمتي زيد على الطوبيليه في برغوت دابا حتى الكلاب كلهم راه كلشي براغت كلشي كيغيدير وحتى دوك الاعوان اللي خدامين تما راه خصهم على الاقل يخدموا واحد التقطير لا يخدموا على الاقل يكونوا يخدموا واحد يخدموا واحد التقطير وواحد التكوين كيفاش يتعامل مع الكلب انا هذاك السيد اللي غيمشي يشد الكلب واش عرض داك الكلب واش هو مصغر ولا ماشي مصغر اذا راه هو كيعرض نفسه للخطر هذا راه اشكال هذا فهمتي نورمالمون كيف كان خصو يكونوا مثلا حتى بغا يديروا هذه العمليه يكونوا يدخلوا معهم مثلا دور اختصاص ويحاولوا يكونوا ذاك الفريق فهمتي وحتى ذاك الفريق اللي يخدم خصو حتى هو يكون ملقاح ضد الاسعار ويكون هكا على عين بزاف تاع الامور انا دابا كنلقى واحد مثلا كيشتغل في البلديه ولا هادي لابس يعني لباس عادي كيمشي كيعطيك كيقول له شد هذا الكلب مثلا ديه المحجز من بعد ما كتشد هذا الكلب هذا وكدير المحجز شنو كاين من بعد هذا هو المشكل هذا هو المشكل اللي مطروح لان نورمالمون انا قلت لك انا ديك المذكره بين الوزاريه راها واضعه برنامج تاع تاعنا يعني الكلب اللي يجي خصو يتسجل يكون الطبيب البيطري تما لانه باش يقوم بالعمل ديالو لان حتى داك الطبيب حتى ديك العقده اللي ما بين البياطره راه مخصص ليه تما واحد 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 القيمه تاع داك العمل اللي غيقوموا به لانه مخصصين للكلب تقريبا واحد 800 درهم مخصصين للكلب 500 درهم مخصصين للقطه تاع هما ربما واحد 250 درهم ولا داكشي باش يقوم بهذا الدور تاع الاخصاء وهادشي ويتبع الحاله الصحيه ديالو ومن بعد كيدير الترقيم ديالو وعاد يتم الارشاء المكان ديالو كان في الاول والامر انا كنتفاجئ ما كاين حتى شي حاجه وبنادم كيخدموا في واحد الظروف اللي هي صراحه غير مخالفه لما للمقتضيات تاع القانون ومخالفه كذلك تاع ديك المذكره الوزاريه اذا يعني معرضين المخاطر للسلامه المواطنين ومعرضين الخطر للسلامه حتى ديال الكلاب تتعكيلة. هذا هو الاشكال اللي طرا اين هو الرفق بالحيوان هو هذا هو المشكل مش دائما الرفق بالحيوان رفق بالعكس ما كاين لا رفق لا والو لان لو كان رفق لان ما يمكن ليش نجمع هذوك الكلاب كاملين في واحد الفضاء اللي هو مغلق نورمالمون راه كيخص يكونوا ديك يكون ذاك المحجز ديك المواصفات اللي شرطها عليهم على اساسها خصو يكون خصو يكونوا دي كاج كل كلب يكون محجوز وحده باش ما يكونش واحد التنقل ما بين الامراض ما بين الكلاب وما بين الاشخاص حنا شفنا في ذاك الفيديو الكلاب تسبح داخل ذاك المحجز تسبح منين ناضوا بزاف الاخوات يقولوا اش هذا الشيء واين هو الرفق بالحيوان اللي حقا كان واحد الفويت ديال الماء واش هذا الكلام كيدخل للعقل لا 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 شوف كاين قانون اللي كينظم وكاين قانون اللي كي اللي خصو يتحترم هذا شنو خصو يدار شنو خصو يدار شنو خصو يدار امور اخرى باش يكون العمل عشوائي داك الشيء ما ماشي هو ماشي هو كنظن سي قاسم دازين انا الشغل في العشوائيه هادشي اذا سي قاسم باقي عندنا واحد السؤال اخر بما سمح لنا الشيء كثرنا عليك لكن هذا الشيء في الاول وفي الاخر كيفيدنا وكيفيد المواطنين باش كل واحد يعرف راسو اللي عليه انا شوف انا المشكل اللي كيدور دابا الانسان مثلا كنعيط على واحد من المجتمع المدني لا علاقه له بهذا العمل لانه ما قطرش وما خصو بزاف تاع الامور ماشي غنجي وندخل هكا وندير سميتو لا خاص على الاقل نقلبوا على دور اختصاص باش يسايروا تلك الجمعيه اللي كانت مثلا غتطوع ولا باش تقوم بهذا العمل يكون بعد دور اختصاص اللي يقدروا يأطروهم ويقدموا ينبهوهم ويوريهم بزاف تاع الامور باش يتعاملوا مع الكلاب ومع الامور. سي قاسم رسالتك للمواطنين، المواطن اذا مشى تتعرض اشنو ممكن يدير في هذه الحاله هذه؟ الرساله اول حاجه بعد اللي خصو يديرها هذه خصو يعالج نفسه هو الراس يفوا الانسان يتعرض خصو على الاقل يشد ديك العضه ويغسلها بالماء مزيان تقريبا واحد الثانيه ديال القلاب موبيل تاع الماء والصابون يغسلها بالماء يغسلها مزيان بالماء والصابون هذاك غتكون احسن واحسن وسيله تاع العلاج واخا يكون حتى كل مسعور لدى العمليه ما يخدم شي حاجه ثانيا خصو يتوجه للمركز تاع محاربه داء السعر اللي تابع للمكتب الصحي باش كيعطيو تما بعض العلاجات كتلقيح هذا سيروم وهذا وكتقول لهم مزيان عنده ثلاث تقريبا واحد ثلاثة شوكات كيدوكهم كل أسبوع
ولك هذا من جهه، لان دوك السونتر كيتبع المواطن، والمصلحه البيطريه كتبع الصحه تاع الكلب، لان الصحه تاع الكلب كتكون مرتبطه بالصحه تاع المواطن، كتكون مرتبطه بصحه تاع الكلب. لكن الكلب سليم راه حتى الانسان غيكون سليم، اما الا كان الكلب مريض فحتى داك الشخص غيكون معرض للخطر. لان سي قاسم نعيد السؤال، الرساله ديالك للمجلس البلدي. المجلس البلدي خصو يقوم بالواجب ديالو اللي هو مصدر عبر المذكرة البيان الجزائرية اللي ساني عليها، هذا هو خصو ضروري ما يطبق كاع ديك البنود اللي كاينة في المذكرة، ويطبق الإجراءات اللي كاينة في المقتضيات تاع القانون المنضد للكلاب، اللي من جملتها خصهم يقوموا بإحصاء كاع الكلاب تاع المدينة، لأن راه ساهل هنا هذا الشيء كنا درناه قديم بتعاون مع السلطات المحلية، كل مقدم تكلم بحي ديالو تنعرفو الناس كاع اللي عندهم كلاب والدار شحال اللي فيها كلب، وديك الساعة كتسهل العملية تاع كل شيء باش نضبطو هذا المشكل كامل. إذا سي قاسم سمعنا بواحد الجمعية اللي كتشتغل في جمع الكلاب الضالة هنا بمدينة القنيطرة، اللي أثارت الإنتباه ديالنا في الأرقام أو العدد ديال الكلاب اللي كيجمعو يوميا. حقيقة أنا شفت دوك الفيديوهات اللي عبر المنابر بعض المنابر، باش ديك الارقام انا تثير الشك، لان داك الاحصاء اللي كيقولوا بالله انهم قدروا العدد تاع الكلاب الضاله داخل المدينه ب 3000، وتيقولوا على اساس انهم كيشدوا واحد 70 كلب في النهار، بدرج بغينا ندير واحد العمليه حسابيه، شدينا ديك 70 كلب في النهار نضربوها ب 3 شهور 90 يوم 6600، يعني هذا العدد كيف فوق داك الشيء ديك المعطى اللي تحطها في الاول. هنا الامور هذه نورمالمون كخصنا ما يبقى حتى كلب كنشوفو بداخل الديره، لحد الساعه باقي كنشوفو مواطنين كيتعرضوا للهجوم من باقي الكلاب. دابا راه فين ما درتي الكلاب كيبان لي ما زادو كثروا. انا اللي تنقول انا ربما دوك الكلاب اللي ما كت الارقام كلها تثير الشك. وهذا الرقم ديال 6300 كلب، نقولوا حنا 70 كلب كيجمعوا في النهار، غنقولوا 6300 كلب فين كيتحطوا؟ واش هذا المحجز غادي يكفيهم؟ ماشي هذا هو المشكل، فين غيتحطوا؟ حنا نقولوا مثلا يحطوا في اي فضاء، ولكن المصير تاع 6300 ما شنو فين غادي هاد 6300؟ شنو الاجراء اللي دار لهم؟ واش كيشدوهم ويطلقوهم؟ واش كيخدعوهم القطر الرحيم؟ ولا هذا المهم، هاد الارقام كلها تثير الشبهات وتثير الشكوك، وهذه العملية اللي كدار صراحة هي تخالف القانون. إذا سي قاسم تتبغي تقول بأنك بحالك بحالنا، الأرقام تثير الشك. تثير الشك، وحنا غير على هذا الباب تنبغيو العمل يكون يعني كل عملية منظمة وكتطبق القانون. رسالتي هو أن من الواجب على الجماعة باش تقوم بالدور ديالها على أكمل وجه. اول حاجه اللي خصها دير هو تبني واحد المحجز خاص للكلاب. ثانيا خصها تقلب على تحاول تبرم عقده مع هيئه الاباطره باش يقوموا تما بالواجب ديالهم، وخاصهم كذلك يدخلوا كما كنقولوا مثلا في المذكره كتنص على اساس ان وزاره الصحه هي تقوم بالدور ديالها، فخصها هي تكون حاضره هي بالتحسيس المواطن عن خطوره تاع الكلاب وعلى الامور، يعني خص كلشي كاع يكون متدخلين، خصهم يهبطوا للميدان ويشتغلوا مجموعه. اما باش كل واحد يخدم هكا راه امور ما عمرها ما تمشى، ما كتفرش هذا الشيء اللي كنشوفو دابا. اذا شكرا سي قاسم على هذه المعلومات القيمه اللي عطيتينا، كنشكرك بزاف. بارك الله فيك.